أحبائي صغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، إذا من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة القراءة، لدينا نص قرائي بعنوان نبتة الصداقة. نبتة الصداقة. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي يشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا أسئلة ما قبل القراءة، ولاحظوا أتوقع. السؤال الأول: من يظهر في الصورة؟ ماذا يفعلان؟ لاحظوا معي الصورة. إذا الصورة هنا لدينا، نلاحظ طفلان يسقيان نبتة. نلاحظ طفلان ماذا يفعلان؟ يسقيان نبتة. إذا غنكتبو بهذا الشكل هذا كجواب على هذا السؤال. يظهر في الصورة طفلان يسقيان نبتة. يظهر في الصورة طفلان يسقيان نبتة. جيد. مر السؤال الموالي. السؤال يقول: أتخيل ما سيحدث من خلال الصورة. إذا من خلال الصورة أتخيل أن هذا النص سوف يتحدث عن الصداقة. من خلال الصورة أتخيل هذا، أو أن هذا النص سوف يتحدث عن الصداقة. جيدة. السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول: أختار. إذا أختار ما يناسب معنى العنوان. إذا نبتة الصداقة، سوء الصداقة، أو قوة الصداقة، أو نمو الصداقة. إذا أنسب عنوان هو قوة الصداقة. إذا كذلك أيضا نمو الصداقة صحيح، ولكن أقوى عنوان وأنسب عنوان فهو قوة الصداقة. إذا سوف أختار قوة الصداقة أو قوة الصداقة، ودلون بهذا الشكل هذا. جيد. الآن نمر إلى قراءة النص. إذا هذا النص هذا قرأوا في المنازل ديالكم عدة قراءات، قرأوه قبل ما تمشيو أو قبل ما تلتحقوا بالأقسام ديالكم، هكا كتفهموه مزيان، كيسهل عليكم أنكم تقرأوه داخل الأقسام، وكذلك أيضا كتجاوبوا على الأسئلة المرافقة لها إجابات صحيحة وواضحة. جيد. نبتة الصداقة. عماد وعمار صديقان، تربطهما روابط الوفاء والإخلاص، يتشاركان الأفراح والأحزان، ويقضيان معا أجمل الأوقات، وهما يلعبان ويمرحان أو يشتغلان في أحد الأيام. وبينما كانا في حديقة الحي يتجولان، وجدا نبتة تفوح منها رائحة زكية فأعجبتهما. قال عمار: ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر وتصبح رمزا لصداقتنا؟ أجاب عماد: فكرة صائبة يا صديقي، فلنجعل هذا الأمر سرا بيننا. مرت الأيام والصديقان يرعيان النبتة باهتمام ويسقيانها بانتظام. ذات يوم بينما كان عماد يتحدث مع صديق آخر في ساحة المدرسة، زل لسانه فأفشى السر. علم عمار بالأمر فاستاء كثيرا، لأن صديقه لم يعد أهلا للثقة. بعد مضي أسبوع اشتاق عمار إلى نبتة الصداقة، فذهب ليتفقدها فوجدها ذابلة صفراء. اغتاظ عمار وعاد إلى البيت حزينا. رأت الأم ابنها كئيبا فسألته عن السبب، فأخبرها بما حصل. قالت الأم:
كل إنسان يخطئ ولا بأس إذا أخطأ الصديق، فعلينا أن نتحلى بالتسامح يا بني، فالتسامح والعفو من شيم الكرام، بهما تنمو الصداقة مثل النبتة إذا سقيناها واعتنينا بها. فهم عمار كلام أمه وتذكر الأوقات السعيدة التي كان يقضيها مع صديقه عماد، فأسرع إليه وما إن رآه حتى سلم عليه واعتذر له. ومع مرور الأيام ازدادت صداقة الطفلين قوة ومتانة، أما النبتة فكبرت أكثر وأكثر حتى أصبحت شجيرة. أحسنتم أحبائي الصغار، إذا الآن نمر إلى الأسئلة المرافقة لهذا النص. جيد، إذا لدينا السؤال الأول، أتمنى أنه يكون واضح. جيد، أقرأ بطلاقة. أولا خصنا أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي، وقبل من هذا الشيء خصكم تقرأوا الناس قراءة جيدة في المنازل. ثانيا أقرأ بطلاقة مع أصدقائي وصديقتي. عمار، ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر وتصبح رمزا لصداقتنا؟ عماد، فكرة صائبة يا صديقي، فلنجعل هذا الأمر سرا بيننا. سؤال أول، أحذف مقطعا من كل كلمة من الكلمات الآتية وأقرأ الكلمة الجديدة. سعيد، عادة، ناقوس، صادف، جدود. إذا المطلوب منا هو أن نحذف مقطعا من كل كلمة، بعدها نقرأ الكلمة الجديدة. لدينا سعيد، سوف أحذف مقطع س، نحذف مقطع س. ما هي الكلمة الجديدة؟ الكلمة الجديدة هي عيد، عيد. ثم الكلمة الموالية هي عادة، نحذف كذلك ع، نحصل على، يمكن أن نحذف ع أو تن بحال بحال. إلى حذفنا تن نحصل على عادة، وإلى حذفنا ع نحصل على أداة. إذا نحذف تن أحسن باش نحصل على كلمة عادة. عادة، جيد. ثم ناقوس، ناقوس نحذف نا ونحصل على كلمة قوس، قو، قوس. ثم صادف نحذف مقطع ف ونحصل على صاد، صاد. ثم كلمة جدود نحذف كلمة جو ونحصل على كلمة دود، دود. هذا الشكل هذا. جيد، نمر الآن إلى السؤال الموالي. السؤال الثاني يقول، أصل الكلمة بمعناها المناسب. لدينا زل، زال، أزال، محا، أخطأ، سقط، انقضى. زل بمعنى أخطأ، لدينا هنا كلمة زل معناها هي أخطأ. زال بمعنى انقضى، انقضى. أزال بمعنى محا. جيد، ثم السؤال الموالي يقول، أضع الكلمة المناسبة في كل جملة مع تغيير ما ينبغي تغييره. يتفقد، يفقد، صديقي كرته،
صديقنا جدته المريضة، ثم اغتاظ وأغاظ أبي لأني أغفلت واجباتي، ثم تصرفي صديقي. جيد، إذن هنا الجملة الأولى غنديرو يتفقد صديقي كرته، ثم يفقد، إذن يفقد صديقنا جدته المريضة، بمعنى أنها توفيت. يفقد صديقنا جدته المريضة. جميل. ثم اغتاظ وأغاض، اغتاظ أبي لأنني أغفلت واجباتي، أي غضب أبي لأنني أغفلت واجباتي. ثم هنا تصرف صديقي أغاض، أي أغضب، كذلك أغاض تصرف صديقي. جميل، نمر الآن إلى السؤال الموالي. السؤال يقول: أصور كما في المثال، مر أمر، مار مرور، حل أحل، حل حلول، إذن أحل حال ثم حلول بهذا الشكل. هذا استعمل الكلمات في جمل: الأفراح، حتى، الأحزان، الأوقات، حينئذ. مثلا نقول: يوم الأولى شارك عمار صديقه الأفراح والأحزان. شارك عمار صديقه الأفراح والأحزان. شارك عمار صديقه الأفراح والأحزان. مثلا يقضي الصديقان الأوقات السعيدة. يقضي الصديقان الأوقات السعيدة. مثلا قال عمر لصديقه: لن نلتقي مثلا حتى المساء، حينئذ نذهب إلى الحديقة، أو نقول: نخرج مساء حينئذ نذهب إلى الحديقة. جيد، إذن أنا مر إلى السؤال الموالي. إذن السؤال يقول: أضع خطا تحت الشخصية التي لم تذكر في النص. عماد
عمار الأب الأم. هنا عماد وعمر ذكروا، الأم كذلك ذكرت، الأب هو الذي لم يذكر. لن نضع الخط تحت الشخصية التي لم تذكر في النص. ثم السؤال الموالي، أضع خطا تحت المكان الذي لم يذكر في النص. لدينا الحديقة ذكرت، الحي ذكر، المدرسة ذكرت، الفصل لم يذكر. السؤال الموالي، أحيط بخط ما يناسب. عماد وعمار يتجولان في الحديقة أو في حديقة الحي أو حديقة المدرسة أو حديقة الحيوانات أو حديقة الحي، بل حديقة الحي. إذن هنا عماد وعمار يتجولان في حديقة الحي. ثم هنا، كانت العناية بالنبتة سرا بين عمار ومن؟ وعماد والأم والمعلم، طبيعة الحال وعماد. ثم استاء عمار من عماد لأنه أفشى السر خاصمه أو غاب عنه، بل أفشى السر أي سر النبتة. جيد، نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذا السؤال يقول، أنتج جملة وحكي بها ما يأتي. لا بأس إذا أخطأ صديق نحبه. نستعمل وإذا. لا بأس إذا أخطأ صديق نحبه. مثلا نقول، لا بأس أن نساعد شخصا محتاجا مثلا، أو إذا احتاج المساعدة. لا بأس، لا بأس أن نساعد، أن نساعد شخصا إذا يحتاج المساعدة، يحتاج المساعدة. شو يقولها في الدفاتر ديالكم ماشي في الكتب، أتمنى يكون واضح. إذا لا بأس أن نساعد شخصا إذا احتاج المساعدة. جميل، ما إن رآه عماد حتى عانقه بشدة. نستعمل هنا ما. ما إن رأيت خالي حتى عانقته مثلا. ما إن رأيت خالي حتى عانقته. ما إن رأيت خالي، ما إن رأيت خالي حتى عانقته. سؤال ثاني، أملأ الفراغ بالكلمات الآتية، حينئذ ولما عندما ثم ص. ذهب عماد إلى الحديقة، وجد النبتة ذابلة، أصابه الحزن. عاد إلى بيته، نصحته أمه بأن يكون متسامحا، تصالح مع صديقه عماد. إذن عندما ذهب عماد إلى الحديقة، وجد النبتة ذابلة، فأصابه حزن. ولما عاد إلى بيته، نصحته أمه بأن يكون متسامحا. حينئذ تصالح مع صديقه عماد. جيد، سؤال مولي يقول، أعبر عن رأيي في موقف الأم وابنها. إذا الأم وجهت ابنها توجيها صحيحا، نقول الأم وجهت أو نصحت ابنها نصيحة صائبة. إذا وجهت ابنها توجيها صائبا. الأم وجهت وجهت ابنها توجيها صائبا. سلموا لي، أبحث في النص عن صفات الصديق وأعلقها على شجرة الصداقة. إذا غدير شجرة الصداقة، مثلا غترسمو شي شجرة وتكتبوا فيها بعض صفات الصديق الوفي. إذا مثلا نقول الوفاء، الوفاء، الإخلاص،
التسامح. إذن أبحث في نفس صفة الصديق. إذن جيد. إذن في النص فقط لدينا الوفاء والإخلاص والتسامح. جيد جدا أحبائي الصغار، بهكا كنكونوا سالين الحصة ديال اليوم. نتمنى أن الدرس يكون مفهوم. ما تنسونيش خليو لي جيم الفيديو، كذلك أيضا ما تنسوش اللي ما مشترك يشترك. دمتم في رعاية الله حتى الحصة المجيئة إن شاء الله.